شهدت الدكتورة مه الرباط وزيرة الصحة والسكان الاحتفال باليوم العالمي للمعاق بالمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي بمبابة. وقامت وزيرة الصحة بتكريم عدد من ذوي الإعاقة وتسليمهم وسائل صناعية مساعدة وعدد من الميداليات وشهادات التقدير لمتحدي الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطولات وميداليات في البطولة الدولية. وأكدت وزيرة الصحة أن الهدف من الاحتفال اليوم هو توصيل رسالة للمجتمع المدني لدعم هذه الفئة. هم متكرر كل سنة بيكون في فعاليات للاحتفال في المعهد هنا هو بيقدموا بعض الخدمات أو بعض الأجهزة التعويضية للمحتاجين بالتعاون مع المجتمع المدني وأيضا بالخدمات المقدمة من خلال المعهد القومي. في هذه الشريحة بتمثل جزء هنقول حوالي 10% من التعداد بتاعنا، محتاجين أن احنا نتقدم ليهم ببرامج متكاملة وبرامج ترعى ليس فقط الناحية الصحية ولكن أيضا الناحية الاجتماعية والتأهيلية والتعليمية، فلازم يكون هذا البرنامج متكامل مع جميع الجهات المتخصصة. في عندنا المجلس القومي للإعاقة وهو بيقود هذه التيسيرات وهذا التنسيق، وزارة الصحة والسكان متداخلة جدا طبعا لما بنتكلم على الصحة ونتكلم على الكشف المبكر على الإعاقة وتقديم الخدمات اللازمة لهذه الشريحة. بنمتد وبنتوسع في هذه الخدمات مش بس من خلال المحافظات الحضرية الكبيرة ولكن نتوسع بها أيضا في الفترة الحالية في المحافظات النائية وفي الأماكن النائية من خلال تقديم الخدمات في وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والإحالة إلى المراكز المتخصصة. في فعاليات عشان خاطر نقدر نقول إن احنا بنخلي كل المختصين وكل الناس يعرفوا إن في شريحة محتاجة حقوق ومحتاجة إن احنا نعمل عليها بجد أكثر وإن احنا كلنا نتعاون ونتكاتف سواء كان المجتمع المدني مع المجتمعات الحكومية والخدمات كلها، إن احنا نقول إن ليهم الحق في الحياة، لهم الحق في الاندماج ويجب أن نساعدهم ويجب أن تكفل لهم الدولة هذه الحقوق. الدستور زي ما حضرتك سمعت والزملاء اللي كانوا بيقولوا في مواد كتيرة جدا متضمنة للحقوق والواجبات وما يتراءى لهؤلاء لهذه الفئة حتى يتم دمجهم في المجتمع. انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تعديل قانون الخدمة العامة ومن المنتظر عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء للنظر فيه وإرساله لرئيس الجمهورية تمهيدا لإقراره. وتضمن المشروع قيام وزير التضامن الاجتماعي بتحديد قيمة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها مؤدي الخدمة العامة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجند المجند بالقوات المسلحة، وذلك بعد أن كانت 4 جنيهات شهريا. كما يطبق على المكلف بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة من حيث الرعاية الصحية وإصابات العمل، على أن تتحمل الجهة المكلف بها كافة نفقات ذلك.